اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبان عبد الكريم الفالح ونايف العنزي هم ضيفه حلقه الليله بانوراما. من زمان ماجد القحطاني ما طلعنا بانوراما. نشوف بانوراما برنامج كوره نتابع ثم نعود. ماركة عمانية مسجلة التي تقرب كرة على الأرض على طول مقطوعة ملعوبة ناحية اليمين محاولة من كامل المر المر يلعب عرضية على طول توصل لفيكتور سيمون الحسني الله إشعار وسيمن والخنجر عمانية إشعار وسيمن والخنجر عمانية خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح. ركبة غيابها لكرة الآن فرصة جول 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 الأنصار جول الأنصار لاعب نايف البلوي يفتتح التسجيل لفريق الأنصار وقت التحدث عن المايكات وأول هدف صديق قدم الأنصار مع فرصة حقيقية ملعبه فرصة جول نايف البلوي ثانية بالنايف ثانية بالنايف هذه المرة بالراس بالراس مرتدة تقتل الدفاعات الفرنسية مؤشر يصعد هذا الشوط الكبار والله هذا المتعة والله هذا الشباب والله آخر يهبط كرة عرضية من مرمى الفريق الهلالي جول هذا ما خشيه الهلاليون الرائد يعادل الأمور مع الدقيقة 80 يلعب العرضية الله عليك يا عماد الله 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 صراع نقاط وصراع هدافين ايضا ناصر يلعبها في المرمى يا سلام احلى ميونه وانت احلى واحلى وكلمك على باب الحلول يا ناصر سيموس يلعب كابتن نايف صراع الهدافين وصراع البطولة وصراع النقاط بين الشباب والأهلي فيكتور سيموس عماد الحوسي ناصر الشمراني طبعا بتكلم عن عماد لأنه يمكن هو أول من عرض له الأهداف والهدف الجميل عماد هداف يعني بصراحة يمتلك كل مواصفات اللاعب اللي حينما تتكلم عن لاعب نجم استمرارية في الأداء استمرارية في التهديف نجم قبل أن يأتي للأهلي نجم مع الأهلي نجم في قطر حتى في احتراف الخارجي
الاستمرارية والمحافظة على التهديف، أنا في تصوري الآن هو أفضل لاعب خليجي كمهاجم على الساحة موجود. عنده 15 هدف لا يوجد فيها أي هدف من ركلة جزاء. فيكتور سوموس يعني عنده 6 ضربة أو ركلات جزاء، ربما لو كان نفذها عماد لربما يمكن أصبح رقم يتجاوز 20 هدف. وناصر الشمراني، وناصر الشمراني عنده 5 ركلات جزاء. طبعا ركله الجزاء هي جزء من حساسيه اللاعب الهداف ان تسجل، احيانا ركله الجزاء قد يعني تخسرك مباراه وتكون حاسمه. صحيح. مثل ما حصل لناصر امام النصر، حتى ان يعيدها الحكم وترجع وتنفذها وتكون متقن وان تضع الحارس في زاويه، لا شك انها مهاره هداف. لكن احنا نتكلم على ان عماد الحوسني يمتلك حساسيه التهديف بشكل رائع، كما هو فيكتور ثنائي مزعج بالنسبه لاي فريق. انا اتكلم عن الان الاهلي والشباب في صراع نقطي، صراع على الصداره وصراع هدافين بلا شك. ابو هيا، انا اضيف على كلام الزميل نايف عن انه عماد هداف لكنه ايضا صانع لعب، وشفناه يعني يصنع اللعب. صحيح. يصنع الكرات ل فيكتور، يصنع الكرات للزملاء الآخرين. مثل فيكتور أيضا هداف وصانع لعب. الأربعة أهداف في مرمى الاتفاق كانت طبعا أبرز أحداث الأسبوع، وأنا أعتبرها مفاجأة لأنه الاتفاق فريق كبير. اتفاق كان يسعى للثبات في المنافسة على الصدارة، طبعا الآن فقدها. طبعا الشباب كرس صدارته بالفوز على النصر بهدفين لواحد. إذا تبغى نتكلم عن إحنا نتكلم الآن في اللي ذكره ماجد، مؤشر يصعد مؤشر يهبط، مؤشر يصعد الأهلي والشباب، ومؤشر يهبط الاتفاق والهلال. اتفاق والهلال، إيه. طبعا الهلال حسابيا لم تنتهي آماله يعني، لكنها منطقيا لو حسبناها، أقصد لو فكرنا فيها فإنه ممكن، ولكنها صعبة جدا. لأنه تتطلب خسارة الشباب وخسارة الأهلي، وهذه صعبة جدا. التنافس بين الشباب والأهلي تهديفيا وصدارة، هذا دليل على قوة الدوري في الموسم الحالي، بعكس الموسم الفائت اللي كان الهلال. ترى يزعل الهلاليين هالكلام. لا خلني أكمل. أقول لك ترى يزعل الهلاليين هالكلام. خلني أكمل. لما يأخذون الدوري في سنتين يطلع الدوري ضعيف، لما ما يأخذون الدوري تقول الدوري صار قوي. شوف الهلال الموسم اللي فات يستحق الدوري وبجدارة، ولم يخسر، ويعني لا يمكن أن ننكر هذا. ولكن الجماهير الرياضية تسعى إلى أنه تشاهد صراعات وتنافس في بين عدة فرق في الصدارة، وهذا مطلوب في كل ولا يعني أنه إحنا نمدح الموسم هذا معناها ننتقد الهلال. أو قلت عكس الموسم الماضي كان ضعيف الدوري. أو لا ما قلت انه لا تقصد انه ضعيف يعني بمعنى. اي لا انا ما اقصد انه الهلال لا يستحق او انه لا يستحق الفوز. لما قلنا يستحق ولا يستحق، في حديث في الموسم الماضي وضايق الهلاليين كثير انه لما اخذوا الدوري، قل في اراء اعلاميه وفنيه كثير كانت تقول انه الدوري ضعيف. الموسم هذا قالوا لا الدوري قوي. الهلاليين يقولون لما احنا ناخذ الدوري تقولون الدوري ضعيف، لما نبعد عن المنافسه تقول الدوري قوي. خلينا نكون صريحين يعني. التنافس بين عدة فرق في المقدمة هذا مما يجعل الدوري قويا يعني، أما أنه فريق واحد في الصدارة ومعروف أنه خلاص حقق الدوري، فهذا بالتأكيد يضعف الدوري يعني. خلينا نكون صريحين ولا نجامل لا الهلال، لكن أن احنا نقول أنه الهلال بهذا لا يستحق الدوري، لا ما يستحق الدوري وبجدارة. نعم سمعت مثل الكلام. سمعته كثير وبختلف معه كثير بأمانة. الهلال كان فارق عن كل الفرق، والله لا أقولها مجاملة، بل الهلال هو من صنع الآن الشباب والأهلي في قوة المنافسة أو في الاستعداد المبكر. حينما حضر جريتش إلى الهلال
كان الاستعداد مبكر، كان إقامة معسكر خارجي، كان في لاعبين على مستوى عالي. الشباب تدارك هذا الأمر قبل انتهاء الموسم الماضي وعمل عمل جبار الأستاذ خالد بلطان، ويحسب له شخصيا، ويمكن أنا تقابلت معه قبل انتهاء الموسم، كان مجهز المدرب وكان حاط عيني على أكثر من لاعب، وكان يعني قاعد يشتغل قبل انتهاء الموسم. لا شك هذه نتيجة ما قدمه الهلال، أن يكون المنافس فارق عنك لا شك هذا يدفعك إلى المنافس، كما هو الحال بالنسبة للأهلي، كما هو الحال بالنسبة للاتفاق. الهلال أجبر الفرق على أن تعمل، ربما الموسم هذا يمكن كثرة أو يعني تقارب الشباب والأهلي. الهلال اختلافه في اللاعبين الأجانب بالموسم هذا، يعني اختلاف فرق بين قيمة رادوي وبين قيمة عادل هرماش، فرق كبير، والهامسون يعني أسماء كانت تصنع فارق بالنسبة للهلال كما هو الحال بالنسبة للكوري. يعني أنا هذا في رأيي الشخصي. في شيء ثاني ترى، يعني لما نقول إنه الدوري، لما نتكلم عن الدوري إنه ضعيف، مو معناه إنه الفريق اللي حقق الدوري ضعيف. يعني الشيء ثاني، الهلال الموسم هذا تحس إنه مشتت، يعني حتى في أقاويل الآن تقول إنه والله بنركز على بطولة آسيا، أو ما يدرون التركيز على بطولة آسيا، مواصلة الصدارة في الدوري. بس يرد عليك هلال يقول لك أنا في الدوري أنافس، لازلت أنافس وحققت كأس ولي العهد إلى الآن، هو صاحب الرقم الأعلى. أنا أقول لك الآن هو مشتت يعني في الناحية دي، والبطولات تبغى لها تركيز يعني.